لا 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 في الولايم والعزايم وتشبع لو كنت صايم بلبن رايب يسوي عجايب لحم ومسلوق في مرق عايب في مرق عايب في مرق عايب في الولايم والعزايم وتشبع لو كنت صايم بلبن رايب يسوي عجايب لحم ومسلوق في مرق عايب في كل مناسبة أو حتى عيد تلاقيها مطبوخة بلبن جميل الكل يجمع أكلة تشبع والرز يركمان وش بيقركم مرصوص ده تحتها مش بعيد في الولايم والعزايم وتشبع لو كنت صايم بلبن رايب يسوي عجايب لحم ومسلوق في مرق عايب ألذ وأجمل وأحلى طباق أروع أكلة في البلقاء طعم جنان في جبال عمان واللوز عليها يبقى زواق بالسينيبر طعم يدوم بقدونس فيها مفروم مزقش منها لو حتى لو هاكلها كل يوم في الولايم والعزايم وتشبع لو كنت صايم بلبن رايب يسوي عجايب لحم ومسلوق في مرق عايب في مرق عايب في مرق عايب لا 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 لا